دوريد لحام ممثل كوميدي سوري مواليد مدينة دمشق عام 1933، درس العلوم الفيزيائية والكيميائية في جامعة دمشق وعمل مدرسا قبيل انتقاله إلى عالم التمثيل في التلفزيون عام 1960. اشتهر بشخصية غوار الطوش الكوميدية التي مثلها في معظم أعماله الفنية. اختير عام 1997 سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان في يونيو عام 2006.